مشاهد صيفية في فترات ربيعية بشواطئ عين تيموشنت وإقبال مبكر عليها من طرف العائلات، خصوصا وأن الكثير يفضل السباحة في بداية شهر مايو. وجهتنا الأولى كانت شاطئ الهلال قبل أن نرصد ذات المشاهد بشاطئ ابن صاف بعين تيموشنت. شوية سخانة ربيع، كان إقبال شوية في الشواطئ وجميع الشواطئ. جميع الشواطئ كاين اللي بغى يدير شوية. جيت مع العائلة وراني هنا نعوم، رجعنا الحموان لأن الحرارة غير عادية في هذا الفصل هذا. هذا راجع ربما للتغير تاع المناخ والشانجمون كليماتيك، هذه موجودة على مستوى العالم. هناك إقبال كبير على الشواطئ، خاصة أن المنطقة هذه منطقة سياحية. الوضعية الجوية التي تشهدها المنطقة كانت الدافع الأول لتنقل مختلف العائلات إلى الشواطئ في انتظار الإعلان عن موسم الاصطياف. دعا البعض إلى ضرورة توفير الإنارة الغائبة بهذه الشواطئ. الصيف جاء البكري شغل دخول سخانة، من العيد لهنا كاع راهم يجيو، بقاو غير صغار يعوموا، دروك الناس اون فامي راهم يجيو يعوموا بيبي، راك فاهم؟ خصنا واحد بعد ناقص كيما الإنارة، إلا إنارة خاطر لي فامي راهم يبغوا يجيو تاني، مام يتعشاو هنا وكاع. لا النظافة راه نظيف ما شاء الله، نظيف مام في الصيف نشوفوا باللي يجوا تاع البلدية كل يوم ينقيوا الرملة وكاع، شاو إلا الإنارة مام في فصل الصيف. مدينة بني صاف من أفضل المدن السياحية، صايي احنا غادي متالي نتمناو يديروا لنا غير الضو في الليل، صايي الاناره في الليل بيولي خصنا والو. اقبال مبكر على شواطئ البحر من قبل عديد المواطنين الذين يفضلون السباحه في شهر مايو وقبل دخول موسم الاصطياف.